السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. اليوم إن شاء الله الملالي جاب لكم فيديو جديد اللي غادي نتكلموا فيه على هاد العوامة الفلوتور اللي الدور ديالها هو تشغيل وإطفاء المضخة عند تفريغ الخزان. إذن عندنا هاد الفلوتور كتخدم بطروافيل، واحد كيكون كوما وجوج كيكونوا رواتر، يعني واحد كيكون مشتروك واحد وجوج كيكونوا كديرهم العوامة إلا بغيتي تعمر بها الشاطو، وكديرهم إلا بغيتي تخدمها مثلا المضخة في البئر. غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نوصلوا هاد الأسلاك، وغادي نوريكم إن شاء الله الفلوتور من الداخل. غادي نشوفوا وحدة غادي نحلوها وغادي نشوفوها من الداخل، وغنشوفوا الدور ديال السيستم ديالها من الداخل كيفاش كتخدم. وإلا بغينا نشريو هاد الفلوتور نحاولوا ما أمكن نجيبو فلوتور نوعية مزيانة، مثلا إيطاليا، مهم نوعية مزيانة لأنها كتنزل وسط الماء، يعني متصلة بالكهرباء، والكهرباء راه خطير، يعني خاصك تجيب واحد الفلوتور اللي مزيانة. وهنا هاد الفلوتور كما كتشوفوا نوعية مزيانة، عندنا فيها هاد التقالة هي اللي كتشد لينا الميزان ديال الفلوتور ديال الشاطو او مثلا البرميل. هاد الفلوتور ممكن تستعملها عندك في المنزل ديالك الا كان عندك صبيب ديال المياه قليل، كديرها الفوق فوق المنزل وكتعمر مثلا هاد الشاطو ديالك، وكيقطع الراسو اوتوماتيك الا كانت عندك مضخه. الا ما كانتش عندك المضخه كتستعمل واحد الفلوتور ميكانيكيه، هذه فلوتور كهربائيه يعني كتخدم مع المضخات. ونحاولوا ننزلوا الفلوتور في الوسط ونديروا التقاله في الوسط على حساب باش ما طلعش لينا الفلوتور الفوق وغادي يفيد لينا الشاطو، يعني خصنا نخليوها في الوسط بهذه الطريقه. هذه الفلوتور فوق والتقاله في الوسط. اذا غادي نشوفوا بعد ما شفنا الشاطو غادي نشوفوا كيفاش كنركبوها في المضخه. هنا عندنا مضخه فيها الفلوتور كتكون فيها دوريجين، وحتى الا ما عندكش في المضخة ديالك الفلوتور ممكن تركبها بوحدك. هنا عندنا الفلوتور الا كانت راكبه في المضخة خاص الفلوتور تكون عندنا في الوسط ديال المضخة، ما خصهاش تفوت المضخة. ان شاء الله غادي نوريكم مناش كتكون وشنو اللي كاين فيها في الداخل ديالها، والطريقة ديال التركيب ديالها بالنسبة للمضخة راه خصنا ما نهبطوش الفلوتور، خصها على الاقل تكون في هذا السيستم، هذا تكون بحال هذا الشكل، يعني خص الماء ديما يبقى مقاد مع الفلوتور. الا مشينا حتى نزلنا الفلوتور لتحت يعني الماء كيمشي كيولي هابط على المضخه والمضخه كتحترق، ومن الاسباب ديال احتراق المضخات هي هذا المشكل ديال الفلوتور. الانسان كيشري مضخه ما كيشدش ليها العبار، ممكن يركبها لراسو ما يجيبش حرافي، ولكن ما كيشدش ليها العبار ديالها كتحرق ليه المضخه. اذا الحل اللي غادي يدير اخي المشاهد اختي المشاهده، انا غادي نوريكم ان شاء الله طريقه كيفاش غادي تشد العبار ديال الفلوتور. الحل كاين هنا، غادي تجر هذا الخيط حتى توصل الفلوتور عندك مثلا النصف ديال المضخه، وغادي نخليها على هذا الشكل، غادي تبقى عندي في الوسط. اخواني متتبعي قناه خليفه الغزالي، انا كنحاول ما امكن باش نوصل لك الفكره وكنشرحها بطريقه سهله ومفهومه. الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه وعجبك المحتوى ديال القناه وعجبك الفيديو، ما تنساناش باشتراك وتعليق محفز باش نستمروا في نشر الفيديوهات. كل الفيديوهات ان شاء الله غتكون مفيده وغادي تستفد منها. اذا عندنا العوامه هي هذه، العوامه كتكون فيها واحد البالون ديال الحديد ملي كتنزل كتسكت لينا واحد الرولي صغير، هذا هو المكان ديال العوامه. ها انتم كما كتشوفوا هنا ملي كتقلب العوامه كتخدم، ملي كتهبط لتحت كتسكت، هذا هو الدور ديال الفلوتور. اذا غادي نديروا واحد الطريقه عمليه.
هنا عندنا الخيط الأسود هو المشترك، هذاك الخيط الأسود هو اللي كيجي فيه الفاز، الخيط اللي فيه الضوء، وهذوك الجوج خيوط اللي كاين عندنا فيه القهوي وعندنا فيه الأزرق، إما كتركبوا البير إما كتركبوا الشاطو. إذن هالطريقة عندنا هنا اللي الفلوتور الفوق يعني كتخدم في المضخة، كتخدمها البير الغطاس، وعندنا الاتجاه الآخر ملي كتنزل ملي كتطلع الفلوتور الفوق كنخدموها في الشاطو. إذن طريقة سهلة وبسيطة. من بعد ما شفنا هاد المعلومات على الفلوتور يعني العوامة، غادي نشوفوا معلومات على البالون، هذيك القرعة اللي كنركبوا للمضخة غنشوفوا عليها معلومات وغنشوفوها منش كتكون واشنو الدور ديالها وكيفاش كتخدم وكيفاش كنوصلوا الخيوط ديولها. وكنتمنى من المتابعين ديال القناة يديروا لي لايك، لي لايك هما اللي كيطلعوا لنا الفيديوهات وكيتنشروا وكيتشافوا بزاف، يعني بحال الا كدير لهم مشاركة ان شاء الله كل شيء يستافد وكل شيء يعرف. المهم اللي عندي انا هو الانسان يستافد ويعرف، ما بغيتيش دير اشتراك ماشي مشكل ما ديرش اشتراك، مهم لي لايك كيطلعوا الفيديو وكيخليه يشوفوه بزاف ديال الناس باش الناس تستافد. في الفيديوهات القادمه غادي نركب لكم الفلوتور تخدم ب 12 فولت، 12 فولت ما كتشكلش واحد الخطر بالنسبه للماء، غادي نحاولوا نشوفوا شي طريقه باش نخدموها ب 12 فولت، نخدموا المضخه 220 فولت ونخدموا الفلوتور ب 12 فولت. وشفنا كيفاش نشغلوا المضخه ونسكتوها بواسطه الفلوتور، في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نسكتوا المضخه ونخدموها اوتوماتيكيا، يعني تخدم راسها وتسكت راسها بالضوء. ثلاثه الانواع ديال هاد لي بالون، التانك كيتسمى التانك بالنسبه للاخوان الخارجيين، هنا كيكون واحد شامبرير لداخل، يعني الماء كيكون في شامبرير لداخل ما كيكونش في القرعه، كيكون الماء في شامبرير، والبرد يعني الهواء هو اللي كيكون ما بين شامبرير والقرعه والحديد، يعني هاد البلاصه اللي خاويه هنا فين كيكون هذاك البريسيون ديال البرد. منين كيعمر شامبرير بالماء كيبريسي هذاك البرد وكيسد لنا الكونتاكتور ديال القرعه باش تسكت، هذاك الكونتاكتور اللي كيكون لتحت اللي كتكون برونشي فيه الخيط ديال الضوء والخيط ديال المضخه، يعني هنا كاين الهواء هو اللي كيكون ما بين شامبرير والبالون، وكنديروا الهواء من هذا المكان. هذاك الشيء علاش ضروري خصنا من 6 اشهر ل 6 اشهر نزيدوا الهواء في البالون، لان الهواء كيخرج، ملي كيخرج الهواء من البالون شامبرير كيوقع ليه مشكل وكيمشي. وهنا عندنا ثلاثه الانواع، كاينه 60 لتر وكاينه 80 وكاينه 100 لتر، وكل واحد كيركب النوع ديال المضخه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.